غندوزو نوجدو الكريمه اختي لا صدقات، بسم الله توكلنا على الله. البنات باقي ما قالش بسم الله، تفكروا معايا وي 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 وي. ما يمكنش والله، ما يمكن، اقسم بالله العظيم الا بصح هذا الشيء. يلاه انا غنرجع لكم، ما غنحيدش هذا الشيء، غنخلي لكم طبيعه الحال. ديما اختي كنشارك معكم هذا الشيء دائما دائما، كنشارك معكم هذه الوصفات. ويلي اختي علاش وراه السلام عليكم، كي دايري؟ لاباس عليكم، جمعة مباركة اختي. حاجب كيبان غير الإضاءة، شوف حاجب كيبان فونسي، حاجب ملي كندور هكا ما عرفتش علاش إضاءة. كي دايري؟ لاباس عليكم، اش كتعاودوا؟ كي دايرين مع صحيحة؟ جمعة مباركة عليكم كاملين بالصحة والسلامة وطول العمر إن شاء الله. المهم اليوم الجمعة، راني كاينة عند ماما الصباح، ما صورتش لكم، جيت عندها غير فطرنا، فطرنا مجموعين وصافي، وضربتها بواحد التويشه، خليتها كتصاوب لنا كسيكسو، تصاوب لنا بالبونه، وخليتها كتصاوب كسيكسو. قلت لها غنخرج غنخرج غير الصالون نصوب شعري، شحال هادي نصوبتو تمحش هكا ندير ليه بروشينغ، شحال هادي حتى في العيد راه شفتوني كاع ما مشيت للصالون ما والو. المهم كي دايرين؟ لاباس عليكم بخير يا اختي، معتمالي طافيه في هاد البديه ديال الفيديو. صافي غنمشي نصوب شعري، وعلاش خرجت اصلا؟ حيت غتجيني واحد لا كوموند ديال واحد البيجامات، حيت البيجامات ليا وماما اختي كنوجدو البرد، كنوجدو يا اختي دواء ديال البرد. خديت ماما واحد البيجامات فنين، يلا غنمشي نجيبهم. درت مع السيده غتليفريهم علي، تليفريهم ليا وصافي. انا ستاسيوني حدا الصالون، الصالون قريب ماما، قلت لكم غتجيبهم ليا السيده، قلت لنا اللهم ندخل، قالت لي باقا واحد ثلث ساعه وانا ما بغيتش نعيق قدام ماما، ما قلتهاش ليها. خديت لها اختي البيجامات وتهليت فيها، قلت لي تهلاي في الوالده، وانا خديت لها البيجامات باش نتهلا فيها. المهم وصلت حدا الصالون، قالت لي السيده واحد ثلث ساعه وصافي ويوصلوني. اللهم قلت لنا نجي للصالون هكا، شفتوا الاضاءه اختي؟ ها انتم تشوفوني اختي، تشوفوني صافي. غندخل ندير بروشينغ لشعري هكا على ما توصل السيده. سكتو اختي الطوموبيل ونزلو ونرجع لكم. مشيت للصالون، المهم لقيتو خاوي حدا ماما اليوم الجمعه، لقيت واحد البنت اللي قبل مني صافي وصوبتو. شوفوا البنات واحد الغوف اللي كتخلي الحنه، حيت انا شعري كحل شفتو، يلاه يلاه ما كتعطينيش شي حمور يعني اللي معيقه عادي. دابا يلا شافتو ماما في الضو، قالت لي زعما عطاتك لون زوين. المهم غير بالنسبه للبنات اللي كيقولوا الحنه كتحمر لك شعرك اختي، جاني الصهد عرفتو. ديك النهار واحد البنت قالت لي واختي ناوي جبتي لنا البرد بحال شهر 12، ملي كنفيق الصباح كنبغي نسخن هكا، لبس شي بينور شي حاجه سخونه ولا لوح عليا شي حاجه عرفتو، مع البرد كان دارني ظهري. ولكن غير كنبدا نتحرك صافي سبحان الله دغيا كتسخن، كيسخن فيك الدم. شي اختي السالف يا اختي شوفي. عرفتو انا ضت لي الخلفه الحمد لله والشكر لله، شوفوا مابقاش لي هاد الجويه بيضين حتى هاد الجهه، حتى مارين الدار قالوها ليا شفتو. راه نتوما كتشوفوني في الفيديوهات هنا كانت كيبان عندي بيض، دابا الحمد لله. المهم رجعت تبعت هذاك الدواء اللي قلت لكم داك المره، كان مازال عندي الكوموند الثانيه، كومونديت الاولى، لا كوموند الاولى الصراحه وافقتني، ولكن انا شنو كندير مع جا الصيف وداكشي حبست ما كملتش. نورمالمون هما داك الجمعيه كتخديتو عند واحد التعاونيه، صراحه قالوا لي خاصك على الاقل 3 شهور باش كداوي فقر الدم من الداخل بهذاك الدواء اللي كنت خديت، كناخذو مع دانون. دابا كناخذو مع دانون مسوس، دابا رجعت لا كوموند ثاني كثير الله بديتها وحبستها مع الصفر، دابا رجعت كناخذها دابا تقريبا باش نقول لكم شي كان جوغ ثاني. اول حاجه كيوقف لكم التساقط، وكنعاون بشحال من حاجه، كنعاون بالماء بازير والزعتر، يعني بديت كنرد البال راسي. الحنه حتى هي الحنه راه ماشي زعما كدير لك شي حاجه، هي الوقايه خصوصا ملي كيقرب الخريف ضروري نديرو هكا شويه الوقايه باش على الاقل يحبس لنا التساقط. المهم خديت البيجامات اللي خديت من عند السيده ماما، باقا ما شافت والو في الكوزينه، قلت لها غندخل نبدل غير حوايجي ونصور البنات واحد اللقطه. المهم خديت ليا وخديت لماما اللي خديت انا تمشي للدار ونشاركهم معكم، حيت خليتهم في الطوموبيل في الكوفر، ودابا غنشارك معكم اللي خديت لماما. شوفوا ليا خاصني نحلهم. المهم برعتها الصراحه، شوف خديت لها هادو طوالين حيت هي كتحمق على هادو الطوال، شفتو فيهم لي طاي. خديت ليها اللوينات، خديت ليها اربعه،
هذه كانت حليتها شفت السيده وشفت غير الثوب باش تبدل بهم هكا اختي تبقى تصور معايا ما تبقاش تقول لي لابسه نصكم لا تمشي لبس وقلتها كنتهلا فيها نتوما في لي كومونتير قلتوا لي بزاف تهلاو في الوالده زعما كتبان حنينه وظريفه صراحه جهدي راه كنديرو اكثر وتا هي مسكينه هي ما كتخليش من جهدها وتا انا فين ما بانت لها شي حاجه كتبغي تشري ليا وتا انا هكاك المهم الله يخليكم امهات ديالكم والله يطول في عمرهم واللي ميتين الله يرحمهم زعما هادشي ديال الله سبحانه وتعالى واللي عنده والديه في الحياه يتهلا فيهم يتهلا فيهم يتهلا فيهم حيت بعض المرات كتشهي غير ديك الجلسه معاهم انا بزاف البنات كيكومونطيو ليا ساكنين في برا مساكن كيبقاو فيا ولكن هذه سنه الحياه كتقول لي الله يا اختي نوال توحشنا هاد الاجواء غير هذيك اللمه شوفوا كنشارك معكم فيديو بسيط غير ديك اللمه ملي كنجي عند دارنو كي سبحان الله كتبان فيا كنكون مرتاحه وكنكون فرحانه الفرحه كتنعكس على وجهي كيقولوا لي راه زعما كنتشهاو ديك الجلسه مع الوالدين ومع الخوت المهم ها انتم يا اختي شوفوا كنجي بحال الكسيوه انا غنلبس وحيده ومشاركه معكم ماما تنقول لها اجي شوفي البيجامه اللي بغيتي نقول لها خديت لك غير وحده حتى الاخر نقول لها قيسي بعدا المهم عجبوني الصراحه فني في واحد المبره شوفوا كتبان لكم فيها واحد لا كاليتي رطبه وكتيري بزاف وباش عجبوني بحال الكسيوات هادو راه ماشي ديال العيالات بوحدهم اختي تا ديال البنات هكا الانيقات كتكوني ساكنه هكا هي مع داركم في واحد الدونتيل زوين شوفوا الديتاي المهم اختي بلا ما نبقى نشكر اللي كنمشي نلبسها ونوريها لكم هانتوما قولوا لي كيفاش جاتني المهم الصراحه انا راه شفتها في المرايا عجبتني عجبني هاد لو ديتاي شوفوا كتجي هكا بلاستيك هنا وهنا بحال مكمشة ماما جات شري بيجام كي جاتني شريتها زوينه كون خديت لك شي وحده حتى انت لا عندي انا بركه عليك عندك بركه عليك عندي بركه عليا ولكن بصراحه هذه زوينه هذه زوينه عجبتك انا عندي ولكن اللوين هذه عجبني اللوين ما بحال سكسيوه بحال البيجامه بصح والله الا جاتك واعره بالصحه والراحه يعطيك الصحه نقول لها اجي قيستي زوينه ياكي زوينه جيبو اختي انتم تهلاو في ماما واتكم فروسكم حتى ديال البنات انتم بنات العيالات الامهات السيدات يلا ما بقاش شحال زوينه كتلبسي شي حاجه جديده كتفرحي سبحان الله هذا انا دوش في صوب شعري ولبست بيجامه جديده ودابا راه شنو عندي اليوم عندي العيد ياك المهم غنمشي نقول ماما تقيس لكم الاخرى ودي لكم حتى هي عرض ازياء ها هي الغديوه ديالنا ماما دارت لينا بالبوله فيها القديد وفيها اللحيمات شوفوا شكون اللي كيخلي هذه ديال اللفت الفوقانيه حنايا اختي حنايا حنا مزاب وقيله وقيله حتى دكاله ولا ما عرفت المهم شكون قولوا لي شاركوا معايا هانتوما اختي مبزر ماما راه كيعجبها البزار ايوا بصحتنا وراحتنا وحقكم في الجنه وتانتوما بصحتكم وراحتكم اللي كليتوا اليوم كسكسو الجمعه احنا رجعنا لكم المهم اختي ضربنا واحد القصريه ديال الكسكسو الله يعطيها الصحه الوالده الصحه والراحه واحد واحد القصريه فنه صحتكم الدنيا كتقول لها والله يا خالتي معلكه عرفتي ديك البلبوله يا اختي بصح مدلوكه المهم يعطيك الصحه اختي صحه كونجي زين هذا ما كاين كسكسو الناس المهم كنا غنعسوا قلت لها اختي ما كاينش الناس المهم حنا دايرين لكم عرض ازياء في خباركم ولا في خباركم كيجي لكم اختي فاطمه الصغيره فاطمه الكبيره المهم هانتوما كي جاتكم قولوا ليها هاد الزويفه ما خديتوش ليها هاد الشهر كان عندها ولكن جاها اسوق هانتي اختي هانتي هانتي اختي شوفوا الزين شوفوا الفنون هي دابا قول بيتني قالت لي شو ماما شخدت كلاب الصحه وراحه تقيسي معايا دير جبت شويه كبيره قالت لي ملي نجي غتلبسي قدام كزعما قلت لها غير شوفي المهم هانتوما اختي هاللوانات حلي حلي اختي حلي حلي
الحلال ديالي. المهم كتقولي لي تاخذي لي حتى شي حاجه، ولكن سبحان الله معجبوني سبحان الله الحاجه اللي كتفرحي. خديت نفس الموديل ولكن تيدخل موديلات اخرى، ولكن على الوان مختلفه. المهم اختي راه حيت ما خديتش ليها في العيد، ما خديتش ليها في العيد ودابا راه تبرت عليها. عرفتي علاش خديتها هاد وكتبغي تصور معايا مسكينه، كتقول لي سلسل بعدي مني لابسه نصكم. ايوا دابا اختي خديت ليها انت باش نطمعها. انا الصراحه ما تيعجبنيش هادكم، ولكن هادو حمقونين يعني. كي جاب وافي ما مديريش حنا مكسومه من بيجامه. ما اختي قولوا لها بالصحه الله يعطيكم الصحه، قول لها بالصحه مكسومه من بيجامه زوينين. شوفي انت بغيتي كسيوه ديال العفريته. لا عجبوني هذا الموضوع عجبني انا. شوفي راه هما اللي قالوا لي المتتبعات ديالنا بنياتك دايم عامره، هما اللي قالوا لي صليت ماما. الله يسهل عليك والله العظيم. تما يتهلا في والديها. تا هما يعطيهم الله فيها. يا المرضيات يا المتتبعات. رابح منا من خاسر منا. شوف هاد البيات. وشي الوالدين. المهم انتم المهم اربعه ماشي شي حاجه، المهم اربعه البيات اللي كيفرقوا. فني شكون ديال سبارك انا. اختي دوي البرد ها انتم دوي البرد. دابا في ما نقول لك صوري معايا تلبسي وحده تصوري معايا صافي ما تعاودش. يا اختي طماعه. شفت شنو زين هادشي زين. لا مسكينه والله ما كتبغي دائما تبغي شي حاجه ما كتبغيش، ولكن هادو جاوني مستورين وزوينين. هادي راه تبغي شنو صافي بيجامه ماما بس كبيره شويه وخايب كبيره شويه. هادي اكس ال غتجيك بحال هذيك تجي. هادو خديتهم لا اكس ال وهادي دوبل اكس ال. دور اختي نشوفوا واش وافيه. شتو وافيه هادي كبيره عليها بزاف وقيل ياك كبيرة. انا حاسه بها كبيره. راه هذه كبيره نقدر نبدلها لك ماما. اه راه تبدل خدي هذا اللون. والمهم هادشي اللي كاين اختي شوفوا انا كي جاتني جات انا فرحانه بيجاماتنا وين الفيديو فيها بيجامات. المهم قلت لي نشارك معكم هكا نغير كي داز عند ماما. صراحه ضحكنا دوش مشيت للصالون جلسنا جمعنا كان بابا وخويا تغدينا مجموعين ودابا صافي غنمشي ما غنعش غنمشي للدار. قلت نوجد هكا شي حاجه لكوتي الامير وصافي. قلت ماما اجي صوري معايا هاد اللقطه يشوفوكم المتتبعات اختي دعي معاهم وبوسيهم الله يسهل عليهم الله يطيب مناوين في خواطرهم وتهلا في والديهم. هادشي اللي كاين ماما راه كتشوف تبقى تشوف الكاميرا واخا نشوفك تشوف هنا عرفوك تهضر معاكم الا بانت لك تشوف هنا عرفوك تهضر معاكم. مشيت فيهم باي باي. ها انا المهم دخلت للدار غنجمع شعري شفتوني باش ما نعكش. هادشي اللي كندير دايره في بالي غنجي نصوب الامير شي حاجه لكوتي مسكين ملي كنكون هكا في الدار اولا كونجي اولا كيعرفني انا نكون في الدار لربع هكا مع 12 دائما كيبغيني نصوب شي حاجه سبيسيال مثلا شي ساندويتش اولا كاب كيك. اليوم غنشارك معكم واحد جوج وصفات كيجيو زوينين ديروهم عينيكم غامضين غامضوا عينيكم خدموهم ما فيهم لا طراب كهربائي لا حتى شي حاجه فيهم غير الباطو هكا صافي دغيا كيوجدوا. غامضوا عينيكم على حسابي ما صدقوش يقولوا لي في لي كومونتير. المهم غنمشي نجمع شعري ما غنبدلش حوايجي الصراحه غنجمع غير شعري ندير المعدات اختي المعدات والاستعدادات ونرجع لكم. ها انا المهم اختي جمعت غير النويدرات باش ما يطيحش لنا السالف صافي شمرت واحد البنت قالت لي العيد في الفيديو ديال العيد قالت لي اختي ما ضرتني غير التشميره والشعر كله كيبان حتى زعما المهم دير راسك باش تكوني مشمره. كنقول لكم هكا في العناوين غير باش نحفزكم ماشي على شي حاجه. اما البنات اللي كيبغيوك راه كيدخلوا نيشان بلا ما يشوفوا العنوان هكا اختي غير باش البنات الجدادات يشوفوا التشميره ويقولوا شمرت على دراعي ويدخلوا يقولوا نشوفوا التشميره كي دايره. المهم اختي هذا هو قانون اللعبه هذا هو قانون اليوتيوب. قالت لك خاصك ديري مينياتور زوينه وديري عنوان زوين يكون كيعجب الناس وديري بطبيعه الحال محتوى زوين. قولوا لي اختي واش كيعجبكم المحتوى ديالي. المهم كنضحكوا شويه كنفوجوا مع بعضياتنا شويه كنديروش فهاد شي حاجه ديال العيب ياك كنديروا والو كنحاول والله واخا كنضحك معكم ندوز لكم ميساجات زوينه ان الحياه راه زوينه يا اختي الحياه زوينه حياه حلوه. كنزه صاحبتي كتشوف هاد الفيديو دائما كنزه بومالي ملي كنشوفها طالع على الدم كنقول لها شوفي صاحبتي الحياه حلوه صافي مالك الحياه حلوه كتبقى تضحك. من ايامات اللي كنا كنقراو ميك اب ارتست الناس اللي ما عارفينش انا وكنزه كنا كنقراو ميك اب ارتست كنت دائما نقول صافي الحياه حلوه علاش علاش غتعصبي راسك زعما باش نفاجئ عليها شويه. هادشي اللي كاين اختي كنقول لكم من فيديوهاتي الحياه حلوه قولوا لي يلا عودوا مرايا الحياه حلوه الحياه حلوه. المهم كنضحك معكم والله ما كرهتكمش كاملين تكونوا فرحانين خصكم طالع على المرا الحمد لله الله شت الوالده وتهليت فيها. غنشارك معكم البيجامات اللي خديت ولكن صافي هادشي نديرو في الفران اختي ونمشي نصلي العصر مازال ما صليتوش يلا اذن نديرو هادشي في الفران وعاد نرجع نشارك معكم بيجامات. يلا اختي يلا نديرو شويه الحداقة دابا باش ما تخرجوش خاويين من الفيديو ما استفدتو والو سمعتوا وخا ضحكتوا معايا ونشطنا شي وصفه اللي سهله هكايا. تعمروا بها القاموس ديالكم الا كنتو دايخين ديروها لوليدات
لراسكم علاش لا تصير فيا الهضره انا راه فيا الهضره. بالنسبه للكاب كيك راه ديجا مشاركه معكم طريقتي. مهم صراحه ما كنبدلش هاد المقادير، كنبدل غير الزواق. كندير قبيصه ديال الملحه، جوج ديال البيضات، جوج خمارات، جوج واحد كيس ديال الفاني، واحد ياغورت اللي عندكم ديال الفاني ديال البنان. انا دابا لقيت بيغلي يعني طبيعي غنخدم به، ما كاين حتى شي مشكل. كنظن غنزيد فاني حيت هذا ما فيهش فاني، غنزيد واحد فاني، غندير جوج صاشيات ديال الفاني صافي. وغنعبر بنفس الكاس ديال الدانون، غنعبر به كاس ديال الزيت وكاس ديال سنيده، هذا راه السكر سنيده عندي هنايا. المهم نتوما الا عندكم غير كاس ديال العنبه ديروا غير نص نص نص، يعني كاس ديال دانون نص كاس ديال الزيت ونص كاس ديال سنيده. انا كنعبر غير بهذاك، كيبقى الزين هو اللي كيختلف. انا غنديرو في هاد الكاسات، راه كيتباعوا في اولا هاد الليمون الصغار كيتباعوا عند دوك اللي كيبيعوا اللوازن ديال الحلويات اولا العطار، ما كدهنوهم ما والو. غندير هنايا للتزيين، غندير لوز ايفيري الزبيب وبيبي دو شوكولا اللي عندكم. انا عندي هاد النوع ديال الشوكولا زوين حتى هو كيعجبو امير. وواحدين غنعمرهم بهاد هذا الزوين كيجيبوه بيم، هاد الكونفيتور فن البنات جربوه واعر، كيجيبوه بيم كيعجبني بزاف. تقدروا ديروا اي نوع ديال الفواكه غير هما ديال الفواكه، ما تفوتوش فيهم يومين. هادشي علاش غندير انا هادو الفواكه الجافه، وهادشي اللي كاين ونبداو على بركه الله. انا ما غندير لا باطور لا والو اليوم، غنخدمها غير بهاد الطراب اليدوي. غناخذ جوج بيضات، نتوما بغيتوا ديروا قشره ديال الحامض ديروها. انا درت جوج صاشي ديال الفاني غير على ود هذا طبيعي باش هكا ينسن. ديري اختي اللي بغيتي ونقصي اللي بغيتي. بغيتي تحيدي الزيت وديري الزبده ما كاين حتى شي مشكل. بغيتو ديروا غير بيضه وحده كديروها. غنخوي دانون هو الاول هنا باش نعبر به سنيده. قلت لكم نسمو باللي بغيتو. بغيتي اختي ما ديريهمش ما ديريهمش حتى نهار يكون عندك الخاطر. المهم تحيدي عندك المقادير، نهار تكون راشقه ليك عاد ديك الساعه صوبيهم. ها نتوما غنعبر بهذا الكاس، انا راه كندير غير عيني ميزان. المهم عبرت بهذا الكاس، شفتوا عبرت به سنيده وغنعبر به الزيت ونخليه حدايا. غنخدم البيض مع سنيده مزيان حتى تذوب سنيده واحد شويه هكا. خدمت البيض مع سنيده، دابا سنضيف الزيت ونحرك جيدا او نخلط جيدا على هذا الشكل. اختي اختي طالع لي المورال، خليوني داويه خليوني داويه وانتم تبعوا معايا. انا خليوني اختي فمي وما يقول وما يجيب. صافي دابا درت الزيت سنيده وغنزيدو سميتو هذا دانون، لا سميتو ياغورت. صافي سميتو ياغورت، ديروا اي نكهه. انا النكهات اللي كيعجبوني في الكيكه هما الفاني والبنان صافي. الا ما كانش عندك انت الطبيعي هذوك اللي فيهم لي فخويف خايف داكشي ما كيجيوش في كيكه، كيعجبونيش نهائيا دوك النكهات اولا الخوخ ولا هوي هوي. نسينا اهم حاجه ما قلتهاش لكم، خصك الكيكه غنديروها هكا كاين شي كيكه هكا. نسيت الطحين، فكروني عقلت نهار قلت لكم الحامض ناري عرفتي البنات ماتوا عليا بالضحك. كنقول لكم واش درت الحامض ولا ما درتش، درت الحامض ولا ما درتش، وانتم تقولوا لي تعليقات وانا وراك درتي الحامض جوج مرات. سبحان اللي ما ينسى سبحان اللي ما يسهى. صافي خلطنا كلشي، دابا شنو غنزيدو؟ الطحين، نسينا الطحين. غنديرو جوج كيسان من هذا ونشوفو، جوج كيسان جوج كيسان ونص ونشوفو. ناخدو ملعقة الطحين يكون مغربل، انا كندير هنا مغربل. نعمر واحد جوج كيسات ونشوفو. كأس اول، كأس ثاني، ونحركو نحركو غير بهذا الخلاط. ونزيد جوج خمارات، دائما الخمارات كنضيفوها مع الطحين باش ما كتطلقش واحد المروره، وكنضيفوها اخر حاجه. ولا بغيتو الكيكه تجيكم فشفشه ما عرفش عندي الخل ولا لا، فهاد المرحله مع مع الخماره كديري الخماره كديري واحد القطرات ديال الخل كتجيكم الكيكه مهويه وزوينه. شحال درت؟ درت جوج كيسان ديال الطحين ياك. غنزيد كاس مازال مازال المافنز اولا الكاب كيك ما خصوش يكون خفيف، خصو يكون قابض.
ندير نص ونشوف. درت جوج كيسان ونص عامرين صافي. على هذا الشكل ها هو الكاب كيك ديالنا، على هذا الشكل كيجي. غنجمعوا هذا الروينه وعاد ندوزو نديروهم في لي بوتي مول. دائما باش تسهلوا عليكم خذوا شي كاس بحال هكا كيجيكم ساهلين كتحكموا فيهم. دير ثلثين بحال هكا باش يبقى لهم فين يتنفخوا. هادو اللي غندير لهم لوز ايفي اللي غنديرو غير من الفوق هكا عمرتهم يعني ثلثين. الزبيب حتى هو من الفوق، شوكولا حتى هو هكا من الفوق. وهادو اللي غنعمرهم بالكونفيتور درت غير هكا غير النص. كناخذ واحد المعلقه هكا ديال الكونفيتور نديروها الوسط. وكنغطيو هذاك الكونفيتور. مهم انا خرجوا لي سبعه ديال الوحدات حيت درتهم شويه عاليين. نتوما اللي درتوهم شويه ما عاليينش غيخرجوا لكم اكثر. هادو اللي فيهم التوت غندير لهم فرومبواز هكا. هادو ديال لي فخوي كيجيو زوينين بزاف، غير هما قلت لكم ما خصهمش بزاف يبقاو مده طويله. غنخليهم نص ساعه دائما الكاب كيك، خليهم واحد 20 دقيقه حتى نص ساعه وشوفوا الفرق. ما طيبوهمش ديك الساعه، ماشي بحال الكيكه كيجيوكم بحال مقوبين من الفوق هكا عاليين عاليين. دابا نوريكم كيفاش الكاب كيك اولا المافنز خليته يرتاح كيف ما قلت لكم واحد 20 دقيقه حتى نص ساعه هكا كيجيو عاليين وزوينين. نتوما شوفوا كلشي بعينيكم. دابا وجدت المقادير باش نصاوب واحد بسبوسات ميني بسبوسات صغيورين. غنديرهم في هذه القوالب الفرديه كيجيو زوينين. شفتوا المول العجيب؟ هادو صغارين، هذا المول العجيب صغير الصغير ديالو. غندير فيهم بسبوسات وغنقلبهم. غندير واحد كريمه سهله فيها غير حليب نشا والسكر، وغنزيد فيها دانون طبيعي ياغورت طبيعي باش تجينا واحد كريمه اللي هي زوينه. مهم درت لكم نفس المقادير ديال كاب كيك مع البسبوسه باش تعقلوا عليهم. غير العوض اللي غنديروا جوج كيسان ديال الطحين غنديروا جوج كيسان ديال السمنه الرقيقه، فهمتوا؟ يعني باش تعقلوا على جوج وصفات في وصفه واحده. المهم اجي نبدا. اول حاجه كنبدا بها هي كندهن الليمون هادو اللي عندي صغارين بالزبده اولا الزيت اللي بغيتو، ورشيت عليهم شويه سميده رقيقه. تقدروا ترشوا غير الطحين اللي بغيتو. بالنسبه للمقادير نفس المقادير تقريبا اللي استعملت في الكاب كيك باش تعقلوا عليهم. جوج بيضات عندي هنايا، عبرت بنفس العلبه ديال الياغورت الطبيعي عندي اولا الفاني اللي بغيتو. درت العلبه ديال الفاني هنا وعبرت بها كاس من نفس العلبه زيت، ومن نفس العلبه عبرت كاس ديال السنيده، يعني كاس ديال دانون كاس ديال السنيده وكاس ديال الزيت. فاني وحده وخماره وحده. واحد البنت قالت لي في لي كومونتير عافاك عبري لينا راه عندي هاد الخماره الكبيره، حيت كاينه البنات هاد الخمارات كبيره هادي حتى هي عبدو كيخدم بها كيكونوا هكا فيها ثلاثه ديال لي ساشي. انا جبت وحده باش نعبر لك اختي. مهم خماره وحده هي معلقه صغيره، هي معلقه صغيره عامره. دابا هادي خماره، انا جبت هادي على قبلك. البنات ملي شافوني درت لكم قليه في لي كومونتير وما جاوبتكمش عرفوا انني شفت الميساج ديالكم وغنجاوبكم شي فيديو، غير ردوا معايا البال. مهم كتاخذوا معلقه صغيره. وكناخذ من نفس الكاس كنعبر به جوج كيسان ديال السميده الرقيقه، السميده ديال الحرشه الرقيقه صافي. غير الكاب كيك كندير جوج كيسان ديال الطحين، وهذا كنديروا والبسبوسه كندير جوج كيسان ديال السميده. ونبداو على بركه الله بنفس الطريقه، ما غنحتاجوا لا خلاط لا والو كهربائي لا والو. عندي قبصه ديال الملح، جوج بيضات، كاس ديال سنيده، صاشي ديال السكر الفاني، ونخلطوهم مزيان. غنضيف الزيت ونحرك مزيان. ياغورت تقدروا تخدموا حتى بالحليب، اللي ما عندهاش ياغورت دير الحليب اولا الليمون، عصير الليمون
كتبقاو نتوما كتحكموا في النكهات. غنديروا اخر حاجه هي السميده رقيقه ونزيدوا عليها الخماره. ونخلطوا الكل ونخليها واحد شويه ترتاح واحد 5 دقائق وندوز باش نديرها في ليمول. درت نفس الطريقه، خديت واحد غريريف هكا باش نتحكم في الكميه اللي غنصاوب. غندخل البسبوسه اللي طيبوه هما الاولين حتى نخرجهم، وعاد ندخل لاطه اللي فيها كاب كيك. شوفوا البنات شوفوا شنو وقع. المهم اش هذا قد ضروري نخليكم هذه اللقطه باش نتوما لو وقع لكم بحال هكا تعرفوا شنو ديروا. انا هاد ليمون الصغار ريحت صغارين بزاف فريمون كيهزوا كميه صغيره. شنو درت؟ شفتوني بقات غداويه اختي عمرتهم بزاف، ما تعمروهمش بحال اللي كيعمرتهم. ما بغيتش حتى الاخر نوريكم الشكل النهائي وقع لكم هكا تقولي اش هذا. المهم شوفوا بحال ساحوا لي يعني تلاصقوا، شفتوا ساحوا ما كاين حتى شي مشكل. شوفوا ما عندكم ما لناش تخافوا، نوريكم كيفاش ديروها نتوما. هذا الشيء اللي شايط اللي سايح غنحيدو بالموس وغنقادهم وعادي. ها ما شوفوا كيفاش ولا. ما بغيتش نوريكم غير هذا الشكل، بغيت نقول لكم الا ساحوا لكم شنو ديروا، ولكن نتوما من الاحسن تعمروش بزاف باش ما يسيحوش. ها نتوما كيجيو محمرين هنا ومن هنا. المهم عندك الحفاره فين غديروا لا كريم. شفتوا ها نتوما انا قديت هادو، قلت ضروري حتى نشارك معكم هاد اللقطه ما نفلتهاش. اجي نقربكم من اختي. مرحبا بكم، مالك انت؟ ها نتوما اختي مرحبا بكم. ها نتوما الا وقع لكم هكا ماشي مشكل، كنحاولوا نفرقوهم هكا بالموس، كنحيدوا هاد الزائد هكا باش يبقى لاصق في المول. حنا اختي كنديبانيو انت مشكل، كنحيدوا هاد الزائد، كنحاولوا نديروا هكا بالموس غير شويه من الجناب. تعرفوا السميده كتكون هشيشه، غير كنعاونوهم شويه. صافي وكنقلبوهم. شفتوا يعني الا شفتوا هذا الشكل ما تخافوش راه غتحصلوا على هذا الشكل. صراحه عمرها وقعت لي قالوا بقيت داويه، دائما كنجيب العبار هو هذاك بقيت داويه وعمرتهم بزاف. صافي كنخليهم هكا. هذا الزائد غنحيدو بطبيعه الحال، ما غنرميوش وناكلو. ندوقوها قبل ما نسقيوها. شوفوا البنات ناري، شوفوا على حاله. شوف والله ما نحيد هذا الشيء، والله ما نمسحو. ميمكنش، انا بقيت كنعمر كنعمر ميمكنش. بحال اول مره كنصوب كاب كيك. شوفوا يجي عبد يضحك عليا، شوها شوفوا الزبيب طاح اللوز. ميمكنش والله ميمكن، ما عرفتش انا دابا يطلع لي الدم ولا نفرح لاختي كاع ما غنكعر. ما بغيتش نحل عليهم خصهم يطفصوا، راه طالعين ولكن طلعوا بزاف حتى نزلوا من الجناب. كارثه هذه. صافي يا اختي مال هادو تاهما. المهم ما عرفتش واش نكمل الفيديو ولا ما نكملوش، فينا هما الشهيوات فينا هما الحباكه. المهم ما ضرني غير قبيله كنقول لكم ديروهم بعينيكم مغمضين. لا شوفوا الوصفات والله ناجحين، وحق الله العظيم ناجحين. ماشي اول مره كنديرهم، غير انا كنت متحمسه واقيله ما عرفتش ما جاتني الضحكه. عندكم يا اختي ديروا بحالي ولا ديروا اكثر مني، عندكم ديروها بعينيكم مغمضين، راه انا اللي تغمضت العينين. عرفتش عمرتهم راه قبيله كنقول واش انا عمرت الكاب كيك بزاف ولا لا، شويه درت راسي ما شفتهمش. قلت صافي ما فيا لي نقص منهم، ما عرفتش بقيت كنعمر. نورمالمون خصكم ديروا غير تولوتين تخليو تولت فين يتنفخوا، وانا عمرت كلشي ما فهمتش. المهم اختي هادشي اللي كاين، عندكم ديروا بحالي وتغمضوا عينيكم وديروهم بعينيكم مغمضين تبقاو تعمروا. ما غنحيدش هادشي غنخلي لكم طبيعه الحال. هذه ما اختي كنشارك معكم دائما دائما كنشارك معكم هاد الوصفات. ويلي اختي اش وها ضيل واحد الراس كيقول لي دابا كنت حطيت معاكم. لا بيان نحط لكم هادشي كتبقى علاش ما دابا راه زوينين الوصفات زوينين، ولكن هما يا هادي داعت شتات هاديك تا هما يا داع اختي. هترو هترو شفتني الضحكة عشان دابا حنا كنهضر مع واحد صاحبتي والله ما عارفة هادشي شنو حطو ولا لا. كيقول لي واحد الراس تحط واحد الراس لا. بنتي اختي طلع لي هادي حالتي، هادو جاي من فوخي طالعين، وكاين داكشي اللي نزل لتحت. اختي
اختي غنخلي هذا الشيء ونخلي هاد الكواليس باش تضحك عليا عبدو. اختي كتوقع مالنا ما تكعي اختي ما تقلقي ما والو. بزاف البنات كيقول لي كنخاف ونجربوا شي حاجه وما تصدقش علاش راه تقدر ما تصدقش عادي تقدر ما تصدقش المره الاولى والثانيه والثالثه بحال دابا انا شحال هادي ما كانش كيصدق لي البغرير حيت كنت كنخاف منه كنت كنسمع الناس كيقولوا البغرير ما كيصدقش لكلشي ديجا عندي هنا في دماغي راه ما كيصدقش لكلشي كيفاش غيصدق لي انا اللي باديه يلاه المره الاولى صافي مع الوقت عرفت كيتمشى كيبان لكم الخيال ناعم مع الوقت صافي ضبطت المقادير ولا كيجيني مزيان دابا هاد المقادير راه مضبوطه تبعوا نفس هادشي اللي قلت لكم غير هي ما تعمروش نسوني صافي هادشي اللي كاين غير خصني نرجع لكم جوج الصات. وهذه اختي هي الريزولتا فينال. المهم شوفوا جاوا على مزيناتهم ساكن غير خداو راحتهم في الفران خداو راحتهم يا اختي وداعوا من الجناب شفتوا هانتوما مساكن شفتوا اي واش غنديروا اليوم بقى في هذا الشيء اللي طاح شوفوا 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 على حاله. المهم غنقاد لهم داك الجنيبات بحال ما شفتوا والو ونرجع لكم. جا امير غادي يضحك عليا اجا امير شوف شنو صوبت لك شوفوا شوفوا الشامبينيو هذا الشامبينيو اجي شوفوا حبيبي اجي دير لا رياكس صافا اش اخبارك انت وليدي بغيت نفرحك وصوبت لك هادشي صوبت لي بحال هكا حيد يديك حيد يديك تغسلي يديك واصلا سخان تغسلي يديك ماما كي جاك هادشي زوين زوين قابل عليه انت صوبت لك بسبوسه ولكن باقي يلاه غنصوب لها الكريم جاتك مزيانه حتى هي داعت حبيبي ماشي مشكل شتي ماشي مشكل غندوزو نوجدو الكريمه اختي لا صدقات بسم الله توكلنا على الله البنات وقرا ما قالش بسم الله تفكروا معايا وي 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 ما يمكنش والله ما يمكن اقسم بالله العظيم الا بالصح هذا الشيء يلاه انا غنرجع لكم. المهم بسم الله توكلنا على الله غناخذ واحد الكاس ديال الحليب كاس كبير كاس ديال الماء هكا ديال الحليب مع واحد الساشي ديال الفاني غناخذوا جوج معالق كبار اما سكر سنيده واما سكر كلاصي انا هنا غناخذ جوج معالق ديال السكر كلاصي اولا سنيده اللي بغيتو وجوج معالق ديال النشا جوج معالق كبارين ديال النشا غنحركوا هادشي مزيان نديو فوق البوطه حتى يعقد عاد نزيدو عليه واحد ياغورت طبيعي هاد بيرلي زوين بزاف سينو تقدروا ديروا اي نوع ديال الجو مثلا فيلادلفيا انا غندير غير ياغورت طبيعي غنحرك هادشي مزيان وندي فوق البوطه كنبقاو نحركو حتى كتعقد على هذا الشكل شفتوا دابا غنزيد عليها ياغورت طبيعي ونزيد ثاني نخلط واحد الشويه كنحيدوها هكا على النار باش ما تعقدش لينا بزاف غنزيد بيرلي غنحرك مزيان ونرجعها فوق البوطه غير واحد شويه نتفعلها بين ما نسجموا لي العناصر شفتوا غير بدات بقبق هكا يعني كتغلي ونتفعلها ها هي الكريمه ديالنا موجوده دابا البسبوسه راه بارده غنمشي غير باش نسقيها وندير عليها الكريمه. بالنسبه للسيرو البنات كتاخذوا غير الماء واحد كاس ديال الماء مع جوج معالق كبار ديال السكر كتخليوه حتى يغلي وهذا هو السيرو ديالنا المهم نخليه حتى يغلي الكريمه خاصكم تستعملوها وتكون باقا سخونه باش تكون كريميه على هذا الشكل البسبوسه تكون بارده بسم الله هذه هي الطبيله ديال اليوم هذو مش هي ولد ديال اليوم شي صدق وشي ما صدقش ماما اختي ها هي الحقيقه في دقيقه مالو اختي هذو ماشي كاب كيك زوينين شكرا راسو المهم كريمه الصراحه جات زوينه رشات لي منها يعني تقدروا ديروا غير نصف الكميه كاس صغير ديال الحليب ما غنضيعش غدا ندير بها شي حاجه جات زوينه وجد الطبله ديال الكوتي علاش باقي ما كاينش كنتسناو عبدو امير خدا واحد كاب كيك جات صح واخا الشكل ديالها ماشي هو داك جيت باش نشارك معكم شنو خديت من عند السيد اللي خدم عندها البيجامات خديت هاد البينوار اللي كيجي هكا راه عندها في الالوان عندها في البيج في الغوز في الغوز الزرق يمكن حتى هو انا كيعجبني الكحل بحال هكا عجبني هاد الكحل مع الابيض وفي هاد لو ديتاي هنا فيه واحد الموتيف شفتوا المهم زوين هكا البرد غنخلي لكم النمره ديال السيده حيت اكيد غتسولوني في لي كومونتير
دائما كتسولوني زعما منين كناخذ بيجاماتي ولا منين كناخذ شي حاجه جديده كنشاركها معكم. راه ما عندهاش انستغرام ولكن عندها واتساب كتشارك معكم كل شيء. كتبقى انا دائما كتصيفط ليها جديد، راه دائما كناخذ من عندها، دائما كتصيفط لي اي حاجه دخلات. داكشي علاش قلت لها انا بغيت بيجامات ديال العيالات، ما كيحسبليش كديري دوك لي طوال. مني صيفطتهم ليا عرفتو حمقوني، قلت لها صافي خلي ناخذ منهم الماما. المهم هذه هي اول حاجه خديتها. بالنسبه للاثمنه هاد البينوار خديته ب 130 درهم. انا ما كنبغيش نقول الاثمنه حيت كل واحد شحال كياخذ وما عرفتش، كنلقى بعض مرات انتقادات. المهم انا باش خديت بهذا 130 درهم، لا كاليتي ديالو زوينه. البنات اللي متبعيني من العام اللي فات والعام اللي قبل منه راه كيشوفوا عندي البيجامات كيبقاو عندي، يعني كيبقاو زوينين ملي كنصبنهم كنجبدهم هكا، لا ديال البرد لا ديال الصيف، كنلقاهم باقيين زوينين. يعني حتى كيطلعوا لي فراسيت كنعطيهم ما كيخسروش سبحان الله، حيت لا كاليتي زوينه. انا كيعجبني نشري بيجامات لا كاليتي زوينه. البنات اللي غيسولوا على هذه اللي لابسه راه كنتشاركتها معكم. هذه كنت خديتها من مرجان، هذه كنت خديتها مني كنت غنمشي لمراكش، كنت شاركتها معكم خديتها وقيله بشي 220 درهم ولا 200 درهم بحال هكا. المهم في مرجان الثوب ديالها زوين، راه صبنتها الثوب ديالها رائع. انا دائما كيعجبوني البيجامات نكوتيزي فيهم، ناخذ بيجامه زوينه وتبقى ليا ونشبع فيها الباس على ناخذ شي حاجه اللي ما هكا اللي دوز غير بقيتها ويبقى فيا الثمن ديالها. كنبغي نلبس ونعاود كنحس براسي ما تشمتش. وخديت ليا جوج بيجامات اللي فنين، كتجي هذيك سميتها بيجامه بينوار. شوفوا انا لبستها غير فوق البيجامه باش نوريكم كيفاش كتجي. هذه بيجامه بينوار كتجي طويله، شوفوا البنات اللي كيبغيو داكشي مستور فريمون طويله، ما تحتاجي معها لا بينوار لا حتى شي حاجه. كيجي فيها هذا الحزام هنا وتا هي بالسروال. انا خديت اللي بالسروال، خديت هادو طوالين شويه وعندها حتى لي سيرفيت. المهم انا كنصور لكم كلشي هانتوما السروال ديالها. ولا كاليتي ما نعاودش لكم البنات، راه ديجا انا مجرباها لا كاليتي الزوينه ديال الثوب، كتجي بهاد الشكل زوين اللي طايره عندها من الام حتى للدوبل اكس ال. يمكن هذه راه الال، انا ما كنبغيش بيجامه تجي لاصقه باش هكا كتاخدي فيها راحتك. المهم هذه الاولى خديت جوج بحال بحال، بدلت غير اللون، خديت الغوز بيبي. شوفوا هذا الغوز طوفن نفس الموديل، كاينين في اللوانات بزاف ما عقلتش اللون اللي فيهم، ولكن المهم الا بغيتوا نخلي لكم النمره تصيفط لكم الالوان هكا بالنسبه للبنات اللي كيسولوا. المهم خديتها جوج بيجامات وبينوار، وماما خديت لها دوك لي طوال اللي حمقوها صراحه وجاو معها فنين. انا بقات كتقيس وكتعاود كتقولي انا ما عنديش مع الكم، ولكن هادو راه عجبوني، عجبوها الستيل ديالهم وصافي. وهادو تاهما عجبوني، شوفوا كيفاش كيجيو هانتوما. البنات اللي بوحدهم يقدروا يلبسوا غير هذا مع كولون، مع شي كولون في النوار ولا في البيج هانتوما. انا تما هاد السروال جاني زوين، يعني تقدري تستغلي حتى بينوار وتقدري تلبسيه كبيجاما مع السريوي ديالو، كيتسمى هاد السيل بيجاما بينوار. المهم قلت غير نشارك معكم حيت نتوما كتبغيو كتبغيو زعما تعرفوا منين خديت والاثمنه. ولكن اختي راه باقي ماشي وقتو هادشي، غير وجدناه عرفتو، انا غير كنقيس وجاني الصهد. المهم بالنسبه للبنات اللي بغا يعرفوا شنو كاين هكا الجديد في البيجامات، انا فين ما ناخذ شي حاجه ونبقى نشاركها معكم ان شاء الله. كنت بغيت نكمل لكم الفيديو حتى يجي عبدو وندير ليه لا رياكسيون، نقول شو شنو وجدت ونوريه الكواليس، ولكن ما كتبش باقي معطل بزاف. قال لي يلا حط الدراري اللي معاه حطوهم في لاطولي عنده ويلا غيقبض الطريق، يعني باقي الحال. وانا بغيت نجمع لكم هذا الفيديو دغيا اختي. الفيديو ديال اليوم سبونطاني والله العظيم، هادشي اللي وقع اليوم غنجمع لكم غير لقطات، غنخلي لكم كلشي، غنجمع غير لقطات، نحيد داكشي ماشي غنمونطي، ولكن كنحيدو داكشي الاخر اللي بحال هكا ملي كنشد الكاميرا وداكشي، ولكن غنخلي لقطات هما هذوك. ما ندير لكم لا موسيقى لا والو، قبلوا على اختكم. و مشات لي الهضره مشات لي الهضره اليوم، ما عرفتش الفيديو تالفه علاش مشات لي الهضره. كنفكر لا رياكسيون ديالكم كيفاش غتكون، واش غتضحكوا عليا، واش غتضحكوا معايا. المهم في جميع الحالات كنتمنى انكم تضحكوا، انكم تكونوا بخير وعلى خير. المهم هادشي اللي وقع معايا انا اليوم، خصوصا اللقطه اللي ضحكتني بزاف هي ديال الحليب. هذيك ديال الحليب راه بوحدها، عرفتي حدايا امير كيقول لي ماما انت توقعتي شي حاجه خايبه، قلت لا ما توقعت والو، جاتني الضحكه. هذيك هي اكثر لقطه باقا كدور لي في دماغي. هادشي اللي وقع اختي شاركنا معكم، شنو يوقع كاع اش غيوقع، اش غديروا؟ ضحكوا ضحكوا بصحتكم وراحتكم. كنقول لكم السلام عليكم، وكنتمنى نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم، وهادشي اللي وقع
قسما بالله حشمانه، ونشوفكم فيديو جاي ان شاء الله. بيزو كبيره ليكم.